بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، له الحكم في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. أشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى جميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، علينا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وعلى نفسه اهتدى. يقول الله عز وجل ناصحا عباده المؤمنين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري لعل إخواني وأخواتي الذين يستمعون إلينا يفقهوا قولي إن شاء الله تعالى. أما بعد، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا أذهبت همه، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب، يا رب اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا، اللهم متعنا بأبصارنا، اللهم متعنا بقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من الله من نعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة بعد الموت وجنة يوم لقائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع من له الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نسألك يا حي وقيوم يا رحيم يا رحمن، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم أنور عليهم قبورهم في هذا اليوم العظيم، اللهم واجعلها روضات من رياض الجنة وقصورا من قصور الفردوس، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا طيبا طاهرا.
اللهم أزل سخيمة ألسنتنا وقلوبنا وصدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيد بك اللهم من شر ما استعاد بك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمارنا أواخرها، خير أيامنا يوم لقائك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتبنا سعداء ونجينا أن نكون أشقياء. اللهم اكتبنا من أهل السعادة ونجينا من الشقاوة. اللهم يمن كتابنا يوم الحساب، يسر كتابنا يوم الحساب. اللهم اسقنا من يد حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أريدنا حوضة، اللهم أريدنا حوضة، لا تخالف بنا عن نهجه وطريقه يا رب العالمين، حتى تدخلنا وإياه ورفقته الجنة بسلام. يا سلام يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ارضى عنا في هذا اليوم، اللهم ارضى عنا في هذا اليوم، اللهم ارضى عنا في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم لا نخرج من هذا المكان ولا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد غفرت ذنوبنا، سترت عيوبنا، طهرت قلوبنا، أزلت سخيمة ألسنتنا وصدورنا. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح إخواننا وإخوان المسلمين. اللهم أصلح جميع المؤمنين والمؤمنات يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زوج بناتنا، اللهم زوج بناتنا، اللهم زوج شبابنا، اللهم أبناءنا، اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم جزي المحسنين خيرا، اللهم اخلف لهم هذه النفقات التي ينفقون، اللهم اجعلها دخرا ليوم القيامة أسعدهم بها يوم لقائك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارسل الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين.